قطعا لستو بطلا في هذا الانجاز اللي حقه التلامذ، بل ابطال هؤلاء التلاميذ اللي استطاعوا انهم يحفروا بالاظافر ديالهم شهاده تفوقهم. الميزه ديال هذه السنه هي انها ماشي نتيجه عاديه من حيث الكم فقط، ولكن من حيث النوعيه، بحيث ان التلاميذ هذه السنه دي حققوا النتيجه النهائيه او المعدلات النهائيه او النقاط النهائيه، 20 ل 20 في الماده ديال العربيه، 20 ل 20 في ماده الفلسفه، 20 ل 20 في ماده الاجتماعيات. بطبيعه الحال غنكون فرحان بهم، اليوم هما اللي خلصوني. انا عطيت ولكن ماشي بحال عطيه اللي عطوني هما عطوني ذاك الفرح اللي تنتسناه العام كامل، عام كامل ديال التمارين، العام كامل بعطالها، عام كامل بشهور، عام كامل بكل ليله بكل نهار. اليوم تتوج ليا بهذا الانجاز اللي حقه، انجاز تحقق ليا ولله الحمد، ماشي فقط في منطقه وحده، في البرنوسي، في سباته، في بوستيجور، في الولفه، في الحي الحسني، في المدينه، ولكن هذا الانجاز هذا راه ماشي ديالي، هذا الانجاز ديالهم. وخاصنا دائما نعتبروا ان الاستاذ ما هو الا واحد المصباح تينير للدري، الدري اللي خاصو يتحرك، الدري اللي خاصو يشوف هذا المشهد قدامه اليوم، باش غدا بعد الاجيال اللي غتجي من بعده تتشوف هذا المشهد تاهي تتنط تجري وتتنط تاهي تتحرك وتاهي باغا تعطي. وبالتالي ثاني واحد الحاجه اللي لابد ان انوهها بجميع اساتذه والاطر التربويه في جميع المؤسسات ديال الدوله، سواء في سباته، سواء في البرنوسي، سواء في المدينه، في جميع الاطر اللي لعبوا واحد الدور كبير في تحقيق هذه النتائج هذه. ضروري فرحانه من بعد التعب الطويل وبفضل الاستاذ ناصري تمكننا نفرحوا في هذا العام ونحققوا ان شاء الله، جبناه بدوره عاديه وان شاء الله كل شيء الفضل كيرجع للاستاذ الكبير ديالنا رشيد ناصري. اعلى نقطه عندي هي 17 في العربيه. هذا العام صار سهل وشوي وكنمشينا للجامع وبنادم دار لي فليد دار في جادة وسالينا بمجهود الناصري عاونا وزيرنا ونجحنا الحمد لله. أنا جبت 13 والحمد لله هذا العام وفقنا وكانت أكبر نسبة هذا العام عبد الناصري ووفقنا هذا العام الحمد لله.